بتسالني طريقه المذاكره ازاي، هي نفس طريقه المذاكره، نقرا الورق مرتين ونحفظ المصطلحات. كنا فاهمين ان الاقتصاد كله عباره عن علاقات، حاجه بتزيد الثانيه بتقل او بتزيد معاها، علاقه ايجابيه او علاقه عكسيه. الاقتصاد كله كده 90% من المعلومات اللي فيه، تمام؟ يعني انا عشان ابقى متمكن من الاقتصاد اول حاجه اكون فاهم كل كلمه معناها ايه، المصطلح معناها ايه، تعريفه. يعني مثلا تعريف كلمه انفليشن يعني ايه، تمام؟ تعريفها لوحدها معناها ايه. بعد كده بقى هي بتزيد ولا بتقل، دي الحاجه دي بتزيد ولا بتقل، دي بتتاثر بحاجه ثانيه. اول حاجه بذاكرها التعريف او المصطلح، ثاني حاجه بذاكر الايه، العلاقات. عملت كده في الاقتصاد يبقى انت مسيطر، ماشي؟ يلا بينا هنتكلم النهارده على حاجه اسمها الماني فاليو. حاجه اسمها يلا ماني فاليو. لو طلعت لك 10 جنيه وقلت لك ايه قيمه ال 10 جنيه دي، يعني ايه هو الماني او ايه الفاليو بتاعه الماني بتاعه ال 10 جنيه دي، هتقول لي والله يا شيخ والله انا ممكن اجيب بال 10 جنيه دي 2 كيلو تفاح، تمام؟ او ال 10 جنيه دي ممكن اركب بيها تاكسي، تمام كده؟ فانا فهمت ان قيمه ال 10 جنيه هي ايه؟ القوه الشرائيه بتاعتها، تقدر تشتري قد ايه جودز وسيرفيس. جودز يلا وسيرفيس بالظبط زي ما انت بتقول كده، البرشيسنج باور. برشيسنج يلا باور. فلما اقول لك ايه قيمه ال 10 جنيه؟ يعني الاوبجيكتيف فاليو. يعني ايه الاوبجيكتيف فاليو؟ يعني الريل فاليو، قيمتها الحقيقيه، قيمتها الموضوعيه. يعني ايه اوبجيكتيف فاليو او ريل فاليو؟ يعني ال 10 جنيه دي تشتري لي ايه؟ يبقى لما اقول لك ايه هي الماني فاليو، اول حاجه تيجي في دماغك القوة الشرائية، قوة يلا خلاص؟ أما أجي أقول لك ال 100 جنيه دي النهاردة ممكن أجيب بيهم إيه؟ آه ده من خمس سنين كانت تشتري 2 كيلو لحمة، أما كيلو لحمة كان ب 5 جنيه، أما النهاردة ال 100 جنيه تشتري لي إيه؟ كيلو واحد، فلما الأسعار زادت الكمية اللي أنت بتشتريها هتقل، أو قيمة ال 100 جنيه اللي كانت تشتري 2 كيلو لحمة، نفس ال 100 جنيه النهاردة تشتري إيه؟ كيلو واحد، يبقى لما الأسعار زادت قيمة ال 100 جنيه قلت، أو القوة الشرائية بتاعتها قلت، بقت بتشتري حاجات اقل، تمام كده؟ مفهومه؟ عايز تسالي على حاجه؟ نركز عشان دي مهمه، المبنى على الدرس كله. خلاص؟ يبقى اذا لما اجي اقول لك ايه هي الفاكتورز او الحاجات او المتغيرات او العوامل اللي بتاثر على الماني فاليو، بتاثر على مين يلا؟ اللي بتخلي الماني فاليو تزيد، قيمه ال 100 جنيه تشتري حاجات اكتر او ال 100 جنيه تشتري حاجات اقل، القوه الشرائيه بتاعتها. والله حاجات كتير. اول حاجه عندنا هي الماني سبلاي. حاجه اسمها يلا ماني سبلاي. يعني ماني سبلاي انا بقولش هنا كميه الاقلام، بقولش كان عندنا 100 قلم بقى عندنا 200 قلم، ده السبلاي اوف جودز. سبلاي يلا 100 قلم بقى 200 قلم، ده سبلاي اوف جودز. لكن لما اقول الماني سبلاي يعني الكوانتيتي اوف ماني، يعني كل لما الدوله تطبع فلوس اكتر يبقى كده السبلاي بتاع الماني ايه؟ بيزيد. احنا بنتكلم على السبلاي اوف ماني اللي هي لو شلنا اوف يبقى هي ايه؟ ماني سبلاي. سبلاي اوف ماني اللي هي الماني سبلاي. يلا اي حاجه تكتر وترطرط قيمتها بت ايه؟ على طول، تمام؟ وبالتالي كل ما الماني سبلاي بيزيد، كل ما الماني سبلاي بيزيد يعني ايه الماني سبلاي؟ يعني كميه الركوب بت ايه؟ بتزيد. افتكروا يلا فاكرين المثال لما الدوله تقعد تطبع فلوس اكتر وزود المرتبات وادي مكافئات يا جدع وانت نازل يوم الصبح العيد واخد الهديه بتاعتك ومتريش ومعاك فلوس كتير، يبقى كده الماني سبلاي ايه؟ زاد. التجار بيعملوا ايه؟ الاسعار بتولع، صح كده؟ تقوم البرايسز تزيد، البرايسز يلا تزيد، تقوم الاسعار تزيد. يبقى كل ما الماني سبلاي يزيد الاسعار كمان بتايه؟ بتزيد. فالحاجه اللي كانت ب 5 جنيه بقت ب 10 جنيه، الحاجه اللي كانت ب 10 جنيه بقت ب 30 جنيه. يبقى القوه الشرائيه اللي هي مين؟ الماني بقى اللي يحصل لها ايه؟ قل. فلما الاسعار بتزيد، لما كيلو اللحمه ابو 50 جنيه زاد بقى بكام؟ ب 100 زاد، الاسعار زادت، نفس ال 100 جنيه هتشتري اقل، مش هتشتري الا كيلو ايه؟ واحد، يبقى قيمه النقود نفسها حصل لها ايه؟ قلت، تمام كده؟ يبقى الماني فاليو هتقل، جميل؟ نخش على حاجه ثانيه، نقول الانفليشن، نقول يلا انفليشن. الانفليشن معناها ان الاسعار بتزيد، معناها الاسعار يلا بتزيد. طيب لو انا جيت قلت لك only the prices of pen، اسعار اللي يلا الاقلام او القلم ده زاد، اما سعر الفراخ زي ما هي، اللحمه زي ما هي، التاكسيات زي ما هي، هل ده انفليشن؟ لا. ده مش انفليشن، تمام؟ الانفليشن معناها زياده في المعدل العام للاسعار اللي هو اسمه جنرال برايسز ليفل. جنرال برايسز يلا، ولما اقول جنرال برايسز ليفل يعني معناها معظم السلع، ركز معناها معظم يلا السلع، يعني الفراخ غلت واللحمه غلت والتاكسيات غلت والاقلام غلت، معظم السلع غلت. لما اقول معظم السلع غلت يبقى هنا الاسعار زادت، بس مش سعر سلعه ولا سلعتين، ده سعر الايه؟ السلع والخدمات. يبقى لما اقول انفليشن زاد معناها الاسعار زادت، واسعار سلع كتير، تمام كده؟ يبقى لما الاسعار بتزيد، اللحمه من 50 جنيه بقى ب 100 جنيه، كيلو الفراخ ب 20 جنيه بقى ب 40 جنيه، كل حاجه عماله تغلى 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 تغلى، ها؟ ال 100 جنيه قيمه النقود نفسها هتقل، إيه؟ تمام؟ يبقى قيمه النقود هتقل، يعني قيمه النقود هتقل؟
يعني هتشتري حاجات اقل، نفس الفلوس تشتري حاجات اقل. تمام؟ المثال التقليدي اللي كنت بقوله لكم، لو انت كان معاك 5 جنيه خلاص، 5 جنيه من 100 او من 120 سنه، كانت تشتري لك فدان. متخيل فدان 4200 متر، تشتري لك فدان ارض. لو انطلعنا في الخمسينات والستينات، نفس ال 5 جنيه، نفس يلا ال 5 جنيه تاكل بيه وتشربه فراخ ولحمه واكل وشرب وكل حاجه وايجار البيت ومصاريف العيال لمده شهر، انت متخيل 5 جنيه كانت بتعمل ايه؟ يلا كانت بتفرتك الدنيا. تمام؟ ده في الخمسينات والستينات. تمام؟ نجيب ال 5 جنيه سنه مثلا 1990. تمام؟ كان التاكسي بنص جنيه تقريبا اياميها، خلاص؟ فكانت تركبك تاكسي 10 مرات او تشتري بيها 10 كنزات بيبسي، كانت الكنز بنص جنيه، خلاص؟ او الكان كانت بنص جنيه، تمام؟ ازازه البيبسي، ازازه البيبسي الصغيره كانت ب 20 قرش 25 قرش، انت متخيل الارقام؟ تمام؟ فكانت ال 5 جنيه دي يا لهوي، احنا كنا بناخد جنيه في 1990، جنيه ده مصروف، وكان اللي يبقى معاه 5 جنيه ده يبقى اغنى واحد في العالم، مش اغنى واحد في المدرسه، تمام؟ كان بيدغدغ الدنيا. طيب نطلع من 5 جنيه سنة 2020، 5 جنيه النهارده ايه؟ ازازة مية بالظبط. تجيب ازازة مية ما تركبش بقى تاكسي حد. خلاص؟ فهنا ايه اللي بيحصل؟ ان كل شوية ال 5 جنيه اللي كانت بتشتري حاجات كتير فدان النهارده ما تركبكش تاكسي. تمام؟ فال 5 جنيه قيمتها الفاليو بتاعتها بتقل 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 بتقل. ليه؟ عشان الاسعار عمالة بتزيد بتزيد بتزيد، فكل ما الاسعار بتولع وتزيد كل ما قيمه النقود بتقل. دي ظاهره احنا فيها بقالنا سنين، اللي هي مين بقى؟ الانفليشن. تمام كده؟ طيب ايه اللي كمان ممكن اسال؟ الظاهره دي دايما لازم تحصل. ما دي ظاهره عالميه موجوده في كل دول العالم، انت بس بتتحكم فيها، ده موضوعنا لسه. طيب. كله هنتكلم عليه بالتفصيل يا مور، ما تقلقش. تمام؟ يلا نص الدرس النهارده انفليشن. تمام؟ ليه بيحصل وتعريفه ايه ونتحكم فيه ولا ما نتحكمش فيه، كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل. يلا الكومبيتيشن، يعني ايه كومبيتيشن؟ المنافسه. هل يا ترى المنافسه ممكن تاثر على قيمه النقود؟ تعال نشوف. بص ما احنا بندرس الاول هنا حاجه بتاثر على حاجه بتاثر على حاجه. تمام؟ تعال ناخد الاول الكومبيتيشن والبرايس. كومبيتيشن يلا برايس. هل المنافسه ممكن تاثر على الاسعار؟ اه طبعا، وطالما اثرت على الاسعار يبقى الاسعار هتاثر على الماني باك. تعال نشوف مثال. مفيش منافسه، يبقى المنافسه ايه؟ قليله. هم مصنعين بس او هو مصنع واحد، يبقى كده في منافسه ولا مفيش؟ مفيش. المنافسه قليله، مصنعين بس او مصنع واحد اللي مسيطر على السلع، هو الوحيد اللي بيصنع الاقلام، هيعمل ايه؟ هيعلي السعر. هيعلي السعر، بيرفكت، السعر هيولع، ما انا حر، ما انا محتكر، تمام؟ لكن عندنا 20 مصنع بيصنع الاقلام دي و15 مستورد بيجي له من الصين ومن المانيا الاقلام دي، فعندك الاقلام دي مغرقه السوق، يبقى المنافسه عاليه. يبقى كل ما المنافسه بتزيد، كل ما المنافسه يلا بتزيد، تمام؟ احنا بننافس بعض ازاي؟ حاجتين، الكواليتي بيرفكت والبرايس. الكواليتي يلا انت تحسن في الجوده، انا احسن في الجوده، انت تحسن انا احسن. طب انا افترض ان الكواليتي هي هي، كلنا تقريبا متساويين في الجوده، هننافس بعض ازاي؟ برايس. انت تقلل السعر، انا اقلل السعر، انت تقلل السعر، انا اقلل السعر، كلنا نقلل السعر في مصلحه مين؟ المستهلك. تمام كده؟ عشان ننافس بعض. يبقى كل ما المنافسه تزيد، كل ما يلا منافسه ونفرم بعض المنافسه، الاسعار هتقل. طبعا الاسعار هتقل. تمام؟ حلو. فلما الاسعار تقل، القلم ده كان بجنيه، فكان الجنيه يشتري لك قلم. النهارده القلم ده قل بقى بنص جنيه، مصانع فارما بقى وعاملين اوفرات، وخد قلم والتاني هديه ونص الثمن يا بيه. تمام؟ فالقلم قل من ابو جنيه، القلم نفس القلم بقى بنص جنيه، فالجنيه النهارده يشتري لك ايه؟ الجنيه اللي كان يشتري قلم، الاسعار قلت، القلم بقى بنص جنيه، يبقى الجنيه النهارده يشتري قلمين، يبقى قيمه الجنيه زادت. تمام كده؟ يبقى لما الاسعار بتقل الماني فاليو هتزيد، ده بسبب المنافسه. تمام؟ اللي بعد اسعار الفايده. يعني ايه اسعار الفايده؟ الانترست ريت. الانترست يلا وبنعمل علامتها كده كعلامه مئويه او نسبه مئويه. ايه الانترست ريت دي؟ حتى فاكرها؟ معدل الفايده اللي هو ايه؟ لما احط فلوس في البنك او اسلف حد، لان لما بحط فلوس في البنك انا كاني مسلف البنك. البنك قال لي والله يا عم شادي انا هدي لك ال 100 جنيه اللي انت هتحطها عند البنك، ال 100 جنيه هيرجعها لك كبنك 110، يبقى كاني سلفت البنك كام؟ 100 جنيه، والبنك هيرجع لي زي ال 10% فوائد، يبقى هيرجع لي ال 100 كام؟ 110 بعد سنه، الفوائد دي تبقى سنويه، الفوائد دي تبقى، ولسه هنتكلم عنها بالتفصيل في البنوك، النهارده وبكره هنخلص الشابتر ده. دكتور فاوت شابترين ودخل بقى في البنوك والبنك المركزي والليله دي. طول الوقت واحنا في البنوك اكتر حاجه بنتكلم عليها موضوع الفايده ده. هو فوته المره دي بس هنتكلم عنه بالتفصيل قدام. ماشي؟ طيب لو سعر الفايده ستيبل، سعر الفايده يلا ستيبل مستقر. تمام؟
هتلاقي القيمة بتاعت النقود هي كمان ستيبل ومستقرة. فاهم؟ العكس. لا أسعار الفايدة عمالة تزيد وتقل وتقل. يعني إيه أسعار الفايدة؟ يعني الفايدة كانت 10% بقت 20% بقت 40% بقت 50%. يعني إيه؟ أنا كنت أحط 100 جنيه في الإيه؟ في البنك يرجع لي 110، قال لي النهاردة بعدها على طول الفوايد بقت 20%، بعدها بشهرين قال لك خلي الفوايد 30%، بعدها بشهرين خلي الفوايد 40%. مين اللي بيتحكم في الفوايد؟ البنك المركزي. هو اللي بيقول البنوك تعمل إيه وما تعملش إيه، زودوا الفايدة لا قللوا الفايدة، وهنعرف ده ليه قدام بالتفصيل، تمام؟ المهم اللي بيتحكم في الفوايد هو البنك الإيه؟ المركزي، تمام؟ فدلوقتي هل سعر الفايدة ثابت ولا متقلب؟ في فلكشويشنز، يعني فلكشويشنز ما حدش فاهم هو 10% ولا 20% ولا 30% عمال يزيد ويقل بسرعة قوي، تمام؟ فهنا ساعتها انت كنت بتحط ال 100 جنيه في البنك ترجع لك 110، دلوقتي بتحط ال 100 جنيه ترجع لك 140، لو الفوايد بقت كام؟ 40%. التجار لما يعرفوا كده هيعملوا ايه؟ هيخلوا الاسعار. يوم ده مأثر على مين؟ على الماني فاليو. اي حاجه هتأثر في السعر لما الاسعار ايه؟ تزيد هيقوم الماني فاليو ايه؟ تقل. بس لو افترضنا ان اسعار الفايده مالها؟ ستيبل مستقره، كانت 10% بقت 10.5 بقت 11 بقت 9، طول ما هي بتزيد وبتقل في 1 او 1.5% بنقول ده ايه؟ ستيبل. تلاقي الاسعار والقيمه بتاعت النقود هي كمان ستيبل، تمام؟ طيب ايه تاني بيأثر معايا؟ الله، حاجه اسمها الفورين سورس. حاجه اسمها الله فورين سورس. مثلا على سبيل المثال انت بتزرع القمح بتاعك، فبالتالي بتزرعه باقل تكلفه وباحسن تكلفه وباحسن جوده، فموفر لشعبك القمح بسعر قليل، فساعتها عايش زي الفل وبتاكل اهم سلعه اللي هي العيش بالنسبه لك او القمح، تمام؟ لكن مصر كدولة قلنا المعلومة دي 100 مرة أكتر دولة بتستورد قمح، أكتر دولة بتستورد قمح. فالنهاردة أنت بتشتري القمح ده بالإيه؟ دولار، تمام كده؟ فبالتالي لو الدولار غلى القمح كمان هيإيه؟ هيغلى. فدي اسمها مؤثرات إيه؟ خارجية، إن أنت هنا بتتأثر بالدولار، بتتأثر بيلا؟ بالدولار. ده اسمه فورين سورس، اسمه يلا؟ فورين سورس. مثلا ممكن كان طن القمح بمبلغ معين، الدولار نفسه غلى فهتحتاج تشتري فلوس أكتر عشان تجيب نفس القمح، هديكم مثال أبسط، تمام؟ ساعتك كنت مستعود تجيب تفاحه من امريكا، تفاحه بقى امريكاني ومزاجك عنب، خلاص؟ فالتفاح هنا بدولار، خلاص؟ فين؟ في امريكا، التفاحه دي بدولار. هنفترض وده كان موجود في يوم من الايام يعني، خلاص؟ بس هنفترض دلوقتي ان الدولار بجنيه، الدولار بكام؟ ده كده اسمه ايه؟ فورين اكسشينج ريت، فورين اكسشينج ريت، سعر الصرف. فساعتها عشان تشتري التفاحه اللي في امريكا دي هتعمل ايه يلا؟ تشتري الاول دولار بجنيه، وبعد كده تاخد الدولار تروح تستورد الايه؟ تفاحية. حلو كده؟ التفاحة بكام؟ بدولار، تمام؟ وما زالت بكام؟ بدولار. الدولار ابو كام؟ ابو جنيه، خلاص؟ فجبت الدولار ابو جنيه وبعد كده قمت رايح جايب الايه؟ التفاحية. نتيجة شوية أسباب أو شوية عوامل الدولار ده بسعره بيزيدوا بإيه؟ بيه، خلاص؟ الدولار بقى ب 16 جنيه. كده؟ والتفاحة لسه زي ما هي بكام؟ بدولار، ما اتغيرتش سعرها في أمريكا هو هو. أمال مين اللي غلى بالنسبة لنا؟ الدولار. فأنت النهاردة محتاج كام؟ دولار عشان تجيب نفس التفاحيه. هتشتريه بكام النهارده؟ 16 جنيه. تقوم تجيب الدولار الاول ب 16 جنيه، التفاحه دي بقت بكام؟ خد بالك التفاحه زي ما هي بدولار، بس مين اللي غلاها؟ الدولار نفسه. فدلوقتي بدل التفاحيه اللي كنت بتجيبها بكام؟ بجنيه، اللي هو ايام ما كان بجنيه، دلوقتي النهارده التفاحيه بتجيبها بكام؟ ب 16 جنيه، خلاص؟ طب ليه بقى الدولار سعره بيزيد؟ ليه الدولار سعره بيقل؟ ده تفاصيل التفاصيل هنعرفها في اول شابتر هناخده في الاي بي اي. الشابتر كامل هنقعد نتكلم عن حاجه اسمها الفورين اكسشينج ريت، تمام؟ دي العمله بتزيد وبتقل بتقل. اللي يلزمني هنا حاجه واحده بس، ان انا هنا اتاثرت بمين؟ بمؤثرات داخليه ولا مؤثرات خارجيه؟ خارجيه. ان سعر الدولار عمال يزيد وايه؟ ويقل، تمام؟ متفقين؟ نخش على بعض. الماني فاليو عند حاجه اسمها ار بي اي، حاجه اسمها يلا؟ ار بي اي، بيقولوا عليه جنرال برايس ليفل، جنرال يلا؟ المعدل العام للاسعار. طب يا عم شاهد المعدل العام للاسعار ده اقيسه ازاي؟ قال لك هنعمل مؤشر، هنعمل يلا؟ مؤشر او احصائيه statistics. الستاتستكس دي او statistical technique او statistical method، طريقه احصائيه. هنقيس بالارقام. مش ماليش دعوه برايي ولا برايك، احنا هنجيب شويه ارقام وشويه حقائق، تمام كده؟ ونعرف من خلالها الماني فاليو وحاجه اسمها ايه يلا؟ الار بي ار، تمام؟ نمسك الاول شويه معلومات جنرال كده قبل ما نخش على الار بي ار. اما اجي اقول لك سعر كيلو التفاح ده بكام؟ تقول لي ب 5 جنيه مثلا. التفاح البلدي عالي في مصر بكام يا عم ده؟ كيلو تفاح ب 5 جنيه. طب يبقى بكام ال 2 كيلو تفاح؟ ب 10 جنيه، تمام كده؟ فلما اجي اسالك ال 2 كيلو تفاح، ال 2 كيلو ابل بكام؟ يبقى انا هنا عرفت قيمه التفاح بايه؟ بالماني. يبقى الماني هنا استخدمتها از ايه؟ ستاندرد بتاعي معلم، خلاص؟ فاكرين وظائف النقود؟ انا هنا عرفت قيمه التفاح، كيلو التفاح بكام؟ ب 5 جنيه.
بكام القلم ده؟ بخمسة جنيه. فانا عرفت قيمة الايه؟ القلم. عرفت قيمة الايه؟ التفاح. الاتنين كيلو تفاح بكام؟ بعشرة جنيه. طب ما تيجي اسألك العكس، العشرة جنيه تسوى ايه؟ اتنين كيلو تفاح او تاكسي، صح؟ فزي ما اجي اقول لك ايه، احمد ده شاطر بالظبط زي سيف، وسيف بقى في نفس شطارة احمد، هي هي من جايش الاتنين بايه؟ ببعض. العشرة جنيه تجيب لك اتنين كيلو ايه؟ تفاح. خلاص؟ طب الاتنين كيلو تفاح بكام؟ بعشرة جنيه. طب العشرة جنيه دي تجيب ايه؟ قيمتها ايه العشرة جنيه دي النهاردة؟ ممكن تجيب لك اتنين كيلو تفاح، وممكن تركبك تاكسي، ممكن تجيب لك تلات اساس مار صغيرين، ممكن وممكن، ماشي؟ فانا هنا بعرف قيمة النقود بالقوة الايه؟ الشرائية. وصلت؟ بقيمهم بايه؟ ببعض. خلاص؟ تقدر تجيب لي قد ايه سلع وخدمات. فلو عايز اعرف قيمة السلع والخدمات بكام كيلو تفاح اعرفها بالايه؟ بالماني. طب لو عايز اعرف قيمة الماني بشوفها تشتري قد ايه؟ تمام كده؟ جميل. وكتاني بيكرر نفس الايكويشن، ان لما الاسعار بتزيد، لما الاسعار يلا بتزيد، خلاص ايه اللي بيحصل في الماني فاليو؟ يعني كيلو التفاح ده مثلا بقى ب 100 جنيه. خلاص؟ فال 10 جنيه اللي كنت بتجيب بيها 2 كيلو تفاح، النهارده ال 10 جنيه مش هتجيب لك 2 كيلو تفاح، كيلو التفاح بقى بكام؟ بقى ب 100 جنيه. ساعتها ال 10 جنيه قيمتها قلت، او مش هتعرف تشتريه اللي كنت بتشتريه. يبقى لما الاسعار زادت القيمه بتاعت النقود هتقل طبعا. القيمه بتاعت النقود اللي احنا قلناها 100 مره. لما الاسعار بتزيد قيمه النقود بتايه؟ بتقل. طب انا بعمل ايه عشان اذاكر الفاريبلز دي؟ فكرت بطريقه، بثبت مثال، تعال نجيب مثال ابسط. اما كيلو اللحمه كان ب 50 جنيه، كيلو اللحمه كام يلا؟ 50 جنيه، يبقى 100 جنيه قيمتها ايه؟ 2 كيلو لحمه. 100 جنيه تجيب 2 كيلو لحمه. طيب كيلو اللحمه زاد من 50 جنيه بقى بكام؟ 100 جنيه. يبقى كده الاسعار زادت. اعمل مثال في مخك، هات سلعه وزود سعرها، تمام؟ لما الاسعار زادت نفس ال 100 جنيه، لما كيلو اللحمه بقى ب 100، يبقى نفس ال 100 جنيه اللي كانت بتجيب 2 كيلو، النهارده ال 100 جنيه كيلو واحد، يبقى القوه الشرائيه بتاعتها قلت. تمام كده؟ قيمه ال 100 جنيه نفسها قلت. ماشي؟ يعني ايه قيمه ال 100 جنيه قلت؟ يعني القوه الشرائيه قلت. ماشي؟ جميل. ده بقى بيؤدي الى ردود فعل مختلفه، ردود يلا؟ فعل مختلفه. لما الاسعار بتزيد، او زي ما العرب بيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد. يعني ايه؟ لما حاجه بتحصل ده ناس تبقى مبسوطه ومتدلعه فرحانه، ولما ناس ثانيه تزعل وتتضايق. فلما الاسعار بتزيد مين اللي هيفرح ومين اللي هيزعل؟ تمام؟ تعال نتخيل ان الاقلام غلت واللحمه غلت والعيش غلى والفراخ غلت وكل حاجه غلت. فلما نقول كل حاجه غلت ده ايه؟ انفليشن. تمام كده؟ استمرار الاسعار، كل سنه الاسعار عماله تزيد، كل سنه الاسعار عماله تزيد، ده اسمه ايه؟ انفليشن، مش مجرد زياده سلع، تمام؟ فهنا بيحصل ديفرنت رياكشن، ديفرنت يلا؟ ردود فعل مختلفه، ردود فعل ايه؟ مختلفه. الوركرز او ليهم اسم تاني، مين؟ العمال او الموظفين اللي هم مين؟ الامبلويز. وعندنا اصحاب العمل اللي هم مين يلا؟ الامبلويرز، اصحاب العمل او الموظفين، ده الموظف وده مين؟ الموظف. بس عشان ما نعرفش نتلخبط في الكسر والفتحه، هنقول عن دول العمال وهنقول عن دول مين يلا؟ اصحاب العمل، ماشي؟ والحكومه، كل واحد فيهم ليه رد فعل ايه؟ مختلف حسب مصلحته، كل واحد عنده نيد او كل واحد عنده بوم. وبالتالي اسعار، انا صاحب المصنع او انت الامبلوير، عايزك تتخيل معايا ان انت صاحب المصنع اللي بيصنع الاقلام دي، وسعر القلم ده كان واقف عليه كوست بلاستيك وحبر جنيه، وبتبيعه بجنيه ونص، يبقى كسبت كام؟ نص جنيه. حلو كده؟ يبقى البروفيت بتاعي كام؟ نص. بشيل الكوست اللي هي الجنيه، بعته بجنيه ونص، يبقى الباقي كام؟ صافي الربح. نص جنيه صافي الربح، تمام؟ المهم كان في مصانع كتير بتنافسني، مصانع قفلت، مصانع ولعت، مصانع فلست، وكان في شحنه اقلام جايه من الصين، المركب غرقت، تمام؟ ومصانع قفلت بسبب الكورونا، والدنيا وقفت خالص، تمام؟ وبقيت انا الوحيد اللي عندي مخزون كبير من الاقلام، كنت مصنع كميه كبيره جدا من الاقلام، وبدات اتحكم في السعر. فقمت قايل القلم ب 5 جنيه. الاقلام غلط، حاجه من ضمن حاجات كتيره غلط، بس احنا هنركز على القلم بس، ماشي؟ ساعتها مين هنا اللي اكتر استفاد؟ صاحب المصنع. خلاص؟ دلوقتي هو القلم زي ما هو تكلفته جنيه، كان عنده قلام كتير مخزنه في المخازن، وهيبيع القلم دلوقتي بكام؟ ب5، يعني هيكسب اكتر بكتير. فالمستفيد واللي هيتظبط بجد هو مين؟ الامبلويرز. طيب يلا عندنا بقى العمال الغلابة. افترض ان العامل كان مرتبه 1000 جنيه، العامل كام؟ مرتبه 1000 جنيه، ايام ما كان كيلو اللحمه ب 50 جنيه. النهارده الاقلام غلت، الاقلام ابو جنيه بقى ب 5 جنيه، كيلو اللحمه ب 50 جنيه بقى ب 100 جنيه، الحاجات كلها غلت. فانا كعامل كنت متعود ان انا اعيش اهلي في ستاندرد فلاري، ستاندرد يلا؟ مستوى معين. اجيب مره لحمه كل اسبوع، اجيب مرتين فراخ في الاسبوع، مره سمك، وبقيه اليوم بنقضيها كده وارتاح من غير اي فراخ ولا لحم، تمام؟ انا المستوى ده اللي انا عايش فيه.
لكن النهارده اللحمه جالك بقت ب 100 جنيه يبقى عشان اعيش في نفس المستوى كل حاجه زادت الضعف مثلا لو كل حاجه زادت الضعف يبقى انا محتاج مرتبي ايه يزيد هو كمان صح عشان اعرف اشتري نفس الكميه اللي انا كنت بشتريها لان الالف مش الاسعار زادت يبقى ال 1000 جنيه مرتبي نفسها قيمتها قلت وكشري قلت لو انا عايز اعيش في نفس المستوى او عايز اعوض كومبنسيت الزياده بتاعت الاسعار هطالب بايه بمرتبات اكتر هيجي صاحب العمل يقول لي حد يلاقي شغل ارضى يا عم بمرتبك مش عاجبك امشي وده اللي بيحصل للاسف تمام فالموظفين بيطلبوا زياده في الايه في المرتب ليه بيطلبوا زياده في المرتب عشان يواجهوا ويعوضوا الزياده في الايه الاسعار مين بقى متظبط وفرحان بزياده الاسعار اصحاب المسخره ما هم بيكسبوا دول اللي بيبيعوا بيكسبوا ولما يجوا بيوافقوا على الطلبات بتاعت عمال ولا بيقاوموها وبيرفضوها بيقاوموها وبيرفضوها تيجي بقى الحكومه على حسب على حسب الظروف في حكومات بتعمل مصلحه الشعب تقوم تزود المرتبات وتزود الاجور وتزود الكلام ده وتعمل قانون اسمه قانون حد الادنى للمرتبات كلام من ده وفي دول ما يهمهاش الا رجال الاعمال شغل يا باشا رجال الاعمال والمهم ويولع الناس فحسب توجهات الدوله الدوله بتختار اللي ايه بقى اللي يناسبها الابروبريت بوليسي الابروبريت يلا بوليسي تمام انتوا واخدين على كل ده كل ده جميل وسهل نخش يلا على فكره تبان ان هي صعبه لكن هي عبيطه جدا الار بي اي اللي يلا الار بي اي ار بي اي تعال نمسك الكلمه ونفصصها مع بعض ريتيل برايس اندكس ريتيل يلا برايس اندكس اي اندكس يعني ايه مؤشر اندكس يعني يلا مؤشر انا عايز يبقى عندي مؤشر اعرف من خلال الاسعار دي زادت ولا قلت وبي سهله اللي هي مين برايس تمام كده وار هي كلمه ريتيل يعني ايه ريتيل يعني بيع بالتجزئه جابري يلا بالتجزئه فعلى سبيل المثال لو قلت ان القلم ده خارج من المصنع بجنيه و10 قروش يعني اتصنع بجنيه بعناه بجنيه و10 قروش لبتاع الجمله بتاع الجمله خده باعه لواحد تاني بجنيه ونص بعدين الواحد ده خده حطه في مكتبه المكتبة دي بقى هتبيع السعر النهائي او السعر اللي هو بالتجزئة لمين؟ للمستهلك النهائي بكام؟ ب2 جنيه يبقى السعر اللي هنمشي عليه هو كام؟ 2 جنيه اللي هو السعر الايه؟ الفاينل السعر يلا؟ الفاينل يعني الحاجة اللي خارجة من المصنع بجنيه و10 قروش اتباعت واحد بتاع جملة كتير كبير قوي خد كل اللي قلم في المصنع خدها بقى تجيب جملة تاني بعدين باعها لمكتبة صغيرة المكتبة بقى الصغيرة دي هي اللي هتبيع لمين؟ للمستهلك تمام كده؟ في الاخر القلم هيتباع بكام؟ ب2 جنيه يبقى ده اسمه سعر الايه؟ التجزئه اللي هو الفاينل برايس او سعر البيع النهائي مين؟ للمستهلك ماشي؟ حلو ده اسمه ايه سعر الايه؟ الريتيل برايس حلو طيب الريتيل برايس اندكس مؤشر سعر البيع بالتجزئه او مؤشر الاسعار بالتجزئه بنعمل ايه؟ بنجيب حاجه اسمها باسكت اوف جودز اند سيرفيس ركز يا باسكت يلا اوف جودز اند سيرفيس هنجيب ايه باسكت ده؟ حلو يعني هنا مقصود بيها مجموعه من مجموعه من خلاص اقول لك مثلا عندنا كيسين شيبسي وعندنا 1 كان اوف بيبسي تمام كده وعندنا ايه 1 تاكسي ماشي كده طيب دول كيسين الشيبسي اللي هو الكيس النهارده ب 5 جنيه خلاص والكان البيبسي اللي ممكن ب 5 جنيه و7 جنيه حسب المكان انت بتشتري منه تمام والتاكسي اللي انت بتركبه النهارده ب 10 جنيه خلاص تعال نشوف الحاجات دي سنه كام 1990 وهنسمي 1990 دي البيس يير يعني ايه البيس يير سنه الاساس ونقارن بقى سنه 95 وسنه 96 وسنه 2000 و2010 و2000 ونجيب سنين ثانيه نقارنها بيها مين اللي ثابت معانا الباسكت اوف جودز اند سيرفيس مجموعه من السلع والخدمات اللي هم ايه في المثال عندنا يلا كيسين شيبسي ويلا وكان بيبسي وايه كمان يلا وتاكسي الحاجات دي في سنة 1990 تقريبا كانت تكلفك كام؟ 1 LE بس تمام؟ جنيه بمعنى الكلمة كان التاكسي ممكن تركبه بنص جنيه 75 قرش وكان أقل لك جنيه تشحن معاه خلاص؟ كان الكيس الشيبسي ب 20 قرش و 25 قرش وكلام فارغ كانت كان البيبسي بنص جنيه وإزازة البيبسي الصغيرة كانت ب 25 قرش وب 20 قرش والأرقام دي حقيقية أنا عشت الأرقام دي عشتها تمام؟ المهم مش من زمان قوي يعني خلاص؟ خلاصة الكلام ان دي الحاجات دي كانت بجنيه، تعال بقى نسأل سنة 2020 السنة الجميلة السنة الفشيخة بنت الوسخة اللي ما بتخلصش دي تمام؟ سنة كئيبة وأبطأ سنة في العالم مش عارف تخلص خلاص؟ سنة 2020 نقارن نفس الايه؟ نفس الباسكت نفس المجموعة اللي هم مين يلا؟ سن شيبسي كان بيبسي تاكسي تمام كده؟ تعال نشوف يلا سن شيبسي كام؟
كيسان الشيبسي ادي 5.5 ادي 10 جنيه والكان البيبسي ادي 5 جنيه ده اقل مكان اشتريه ممكن تبقى اغلى حسب المكان اللي اشتريه منه ادي 15 وتاكسي اقل حاجه 10 جنيه يبقى الحاج نفس الحاجات اللي كنت تشتريها سنه 1990 النهارده سنه 2000 تشتريها بكام؟ ب 25 جنيه خلاص؟ فده يبقى اسمه ار بي اي اسمه يلا ار بي اي بمسك نفس المجموعه من السلع والخدمات واركز معاها اشوفهم سنه 1990 كانوا بكام؟ طب 95 كانوا بكام؟ طب سنه 2000 كانوا بكام؟ طب سنه 2020 بكام؟ واعرف من خلالها مؤشر الاسعار بتزيد ولا بتقل فدي طريقه لقياس الاسعار طريقه لقياس يلا اسعار وبناء عليه اعرف الاسعار بتزيد ولا بتقل وطبعا بركز مع مجموعه من السلع والخدمات اللي احنا سميناها هنا باسكت اوف جودز اند سيرفيس باسكت اوف يلا يعني باسكت اوف جودز اند سيرفيس مجموعه معينه من السلع والايه والخدمات تمام ماشي سهله دي سهله جدا نخش يلا على المهم او الاهم الانفليشن لاحظوا كل شويه عمالين نقول قيمه النقود بتزيد قيمه النقود بتايه بتقل يعني ايه قيمه النقود لما اقول لك ايه قيمه بالظبط القوه الشرائيه دي يعني لما اقول لك ال 100 جنيه دي قيمتها ايه تقول لي ال 100 جنيه دي بتشتري ايه لما اقول لك ايه الماني فاليو بتاعت ال 10 جنيه يلا جاوبني كده السؤال ممكن اشتري 2 كيلو تفاح او اركب بيها تاكسي دي القيمه دي الفاليو بتاعت ال 10 جنيه صح كده طيب ايه اكتر حاجه من اول الدرس لغايه دلوقتي بتاثر على الماني فاليو عايز افهم واحده كل ما الاسعار بتزيد الماني فاليو بتقل او العكس دي علاقه ايه؟ عكسيه تمام كده؟ جميل طب لما سعر القلم ده بس يزيد ده اسمه انكريز ان برايس لكن اللحمه زي ما هي والفراخ زي ما هو لكن لما سعر اللحمه يزيد والفراخ تزيد والقلم تزيد والتاكسيات تزيد وكل او معظم مش لازم كله كل او ايه؟ او معظم اللي هو بنسميه الجنرال برايسز ليفل بنسميه الله المعدل العام للايه؟ للاسعار ونقول المعدل العام للاسعار معناها معظم السلع والخدمات معظم يلا السلع والخدمات والزياده دي مش مره واحده لا ده اللي كان السنه اللي فاتت ب 100 جنيه السنه دي بقى ب 110 السنه اللي بعدها 120 السنه اللي بعدها 130 السنه اللي بعدها 140 فده عمال يحصل بقاله ايه سنين يبقى هي زياده ايه كونتينوس او هتلاقي عندك في الورق اسمها كلمه اسمها بيرسيستنت يعني ايه بيرسيستنت كونتينوس مستمر بيرسيستنت يعني يلا كونتينوس ها والزياده ايه ها كونتينوس زياده يلا كونتينيوس وزيادة ايه كمان؟ انيوال سنوية يعني بتتحسب كل سنة زيادة سنوية وزيادة ايه؟ مستمرة في بعض السلع على معظم السلع؟ معظم السلع ان ذا جنرال برايسز ليفل يبقى ده اسمه ايه؟ انفليشن معناه التضخم السعري معناه يلا؟ اه بس احنا مجازا بنقول عليه ايه؟ تضخم لكن لما اقول تضخم معناه التضخم السعري ومين ده اللي تضخم؟ اه السعر الاسعار الاسعار بتزيد الاسعار دي يلا بتزيد الانفليشن تمام؟ طيب ده سهل وده احنا فاهمينه واتكلمنا عليه 500 مره. ثلاث مصطلحات الدكتور بيحبهم جدا والدكتور ما بيحبش اللي حافظ، بيحب اللي فاهم، بيحب يلعب بيهم قوي في الفاينل في الامتحانات، نادرا لما بيجوش. يعني في معظم امتحانات الفاينل نلاقي دايما السؤال ده موجود، تمام؟ ايه هو بقى؟ كلمه اسمها الانفليشن وكلمه اسمها ديفليشن وده عكس الانفليشن وكلمه اسمها ديس انفليشن ودي ليها علاقه بالانفليشن، تمام؟ طيب نفهم يلا الثلاثه؟ سيبك من ديس انفليشن خالص. خلينا في الاثنين دول هما مين يلا؟ انفليشن وايه؟ ديفليشن. يلا يعني ايه انفليشن؟ تضخم في الايه؟ في الاسعار او اسمه التضخم السعري. يعني الاسعار بتاعت معظم السلع والخدمات بتزيد، تمام؟ يعني لما اجي اقول لك التضخم السنه دي 7% الانفليشن ريت الانفليشن يلا ريت 7% 7% ده معناه ايه؟ ان الحاجه اللي كانت السنه اللي فاتت بكام؟ ب 100 جنيه نفس الحاجه دي السنه دي هتلاقيها ب 107 ده معنى كلمة التضخم 7%. أما أقول لك التضخم 10% ده معناه إن الحاجة اللي كانت السنة اللي فاتت بكام؟ ب 100 السنة دي بقت بكام؟ ب 110 ده معنى كلمة التضخم 10% تمام؟ طيب جيت في سنة بقول لك الأسعار قلت يا جدعان الحاجة أم 100 جنيه بقت ب 90 جنيه كيلو اللحمة قل بقى ب 70 جنيه كيلو الفراخ قل بقى ب 10 جنيه القلم ده رقم ب 5 جنيه بقى بجنيه التاكسي قل من 10 جنيه بقى ب 5 جنيه إيه ده الأسعار بتقل؟ دي نادرا لما بتحصل بتحصل في الاقتصاديات الناجحه جدا 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 لو الاسعار بدل ما تزيد حصل لها ايه قلت ده بيقسمه ديفليشن اللي هو اسمه الانكماش السعري اسمه يلا انكماش يعني ايه انكماش يعني الاسعار بتزيد ولا بتقل ده عكس الانفليشن ودول قليله قوي 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 اللي قدرت تعمل ده في التاريخ والفترات قليله جدا يعني البرازيل عملت ده قريب سنغافوره عملت ده سنتين ثلاثه بس بترجع الاسعار تاني ايه؟ تزيد، يعني انت ما تقدرش تعمل كده كتير، بيكون نتيجه ايه؟ هو في حد
ممكن ايه ده يقلل الاسعار؟ ممكن. ومش بس كده يقلل، مش يقلل سعر سلعه واحده، يقلل سعر ايه؟ كتير. الاسعار كتير بتاع السلع كتير. اه ممكن. على سبيل المثال ايه اللي ممكن يقلل سعر القلم ده؟ تكلفه. حلو، التكلفه. ان البلاستيك والحبر اللي بيخش في انتاج القلم سعره رخص، فسعر القلم يرخص. في حاجه ثانيه ممكن ترخص القلم ده؟ المنافسه. منافسه، مصانع كتير فتحت. تمام، الدوله فتحت مصانع كتير اقلام، الناس راحت تستورد اقلام كتير من بره، من الصين، بيتصنع هناك رخيص برخص التراب، فالاقلام بقت مرطرطه في السوق. فهنا ايه اللي زاد؟ السبلاي اوف جودز، السبلاي ايه؟ فالقلم بقى كتير، المعروض من القلم رطرط وبقى كتير في السوق، فالاقلام ممكن ايه؟ تقل. تمام؟ كان عندنا اراضي صحراويه، استصلحنا اراضي كتير وزرعنا اراضي كتير وحفرنا في الارض، طلعنا مياه جوفيه، زودنا الزراعه، زودنا مساحه الاراضي الزراعيه، فانتجنا محاصيل كتير قوي. كل ما المحاصيل تكتر سعرها ايه؟ هيقل. فاحنا ممكن نعمل كده. الدول اللي بتعمل كده اللي تقدر تحقق الديفليشن هي الدول المنتجه، الدول يلا الدول اللي بتقدر تنتج كتير وتزرع كتير. لو انتجت كتير قوي وزرعت كتير قوي وعملت السبلاي بتاعك زاد، مش الماي سبلاي، الماي سبلاي وايه؟ جودز، بالظبط كده. الكميه المعروضه من الايه؟ بالسلع. انتجت كتير، انتجت كتير، هنا الاسعار ممكن تايه؟ تقل. فبدل ما الاسعار تزيد ده الاسعار تقل، يبقى اسمه يلا ديفليشن. الديفليشن معناه يلا انجماش السعر، معناه الاسعار بدل ما تزيد الاسعار بتقل؟ بتقل. الانفليشن عكسها ديفليشن، التضخم عكسه الانجماش. تمام؟ طب ايه بقى الديس انفليشن؟ حتى عملوا لك بنفس اللون، هو تضخم برضه بس التضخم على صغنطه. ولما نقول صغير او كبير المساله مساله نسبيه. تمام؟ يعني على اي اساس تقول صغير او كبير؟ على اساس مقارنه. تمام؟ مثال سنه 2000 التضخم زاد من 2000 ل 2001 10%، 2002 10%، 2003 15%. يعني ايه 15%؟ على الاسعار كانت بايه؟ اللي كان ب 100 كان؟ 115 وهكذا. تمام؟ بعدين جه في السنه اللي بعدها الاسعار زادت برضه، بس زادت كام؟ 1%. السنه اللي بعدها الاسعار زادت برضه بس 1.5% او 0.25% او 0.5%. قال لا ده انفليشن ولا مش انفليشن؟ انفليشن. مش الاسعار زادت؟ ان شاء الله 0.25%. يبقى اسمه انفليشن. ولكن الاسعار كانت عماله تزيد 10% 10% 10% كل سنه. بعدين السنه اللي بعدها امريكان زادت برضه بس زادت كام؟ 1%. يبقى ده ايه؟ انفليشن، ولكن نسبة التضخم حصل لها ايه؟ قل. بدل ما الاسعار كانت بتزيد 10% السنه اللي بعدها الاسعار زادت بس زادت كام؟ 1%. هو ده بقى الديس انفليشن. يبقى يعني ايه ديس انفليشن؟ يعني تضخم برضه، الاسعار زادت بس حاجه بسيطه، بعد ما كانت بتزيد كميات كبيره بس زادت حاجه ايه؟ قليله. تمام؟ يبقى يعني ايه تاني ديس انفليشن؟ يعني تضخم، يعني الاسعار قلت ولا زادت؟ زادت، بس زادت حاجه بسيطه مقارنه بسنين قبلها. يبقى ديس انفليشن لو عرفناها بالعربي او نجيب الترجمه بتاعتها هيبقى معناها ايه؟ يلا نقصان في معدل التضخم. هيبقى اسمها يلا نقصان في معدل التضخم. يعني معدل التضخم بدل ما كان 10% بقى كام؟ بقى 1%. الاسعار زادت بس زادت حاجه بسيطه. تمام؟ فهمنا الفرق ما بينهم؟ مهمين جدا جدا جدا. طيب يعني ايه انفليشن زي ما قلنا؟ ها معناها يلا كونتينيوس او بيرسيستنت. كونتينيوس او بيرسيستنت، يعني بيرسيستنت مستمره. تمام؟ زياده مستمره في الايه يلا؟ في اسعار بعض السلع ولا المعدل العام للاسعار؟ المعدل العام للاسعار اللي هو جنرال برايسز. طيب انواع التضخم، هنجيب التضخم ونقسمه كم مره؟ 4 مرات. تمام كده؟ من حيث اختلاف المعيار فيطلع عندنا تايبس اوف انفليشن. اول معيار هو مدى شده الانفليشن، اكستنتنت وسيفيريتي اوف ذا برايس رايز. لما اقول برايس رايز اللي هو الايه؟ الانفليشن، زياده الاسعار اللي هو الانفليشن المقصود به هنا كده يعني. او ديجري اوف كنترولنج، هل يا ترى نقدر نتحكم؟ فهنلاقي ان ساعات ممكن نتحكم في التضخم وممكن ما ايه؟ ما نعرفش نتحكم فيه. تمام؟ وبعد كده هنلاقي حاجه اسمها sources of inflation، انواع او مصادر التضخم. ثم اخر معيار length of time، length of يلا time. على سبيل المثال لما نيجي نقول length of time التضخم من حيث الزمن هنلاقي فيه ايه؟ short term long term. فهنقسم التضخم كم مره هنا؟ 4 مرات باربع طرق او باربع معايير، باربع يلا طرق او باربع معايير مختلفه. تمام؟ اول معيار اللي هو الاكستنت اند سيفيريتي اوف برايس رايز. اكستنت اند يلا يعني اكستنت يعني الحجم او النطاق. طب يعني ايه سيفيريتي؟ سيفيريتي يعني شده. سيفيريتي يعني يلا شده. شده هل التضخم ده قوي ولا ضعيف؟ تمام كده؟ فيطلع عندي نوعين من الانفليشن خلاص. نوع اسمه المودريت انفليشن ونوع اسمه هايبر انفليشن. هو اسمه يلا
moderate inflation in مصر يلا. طيب قبل ما نطلع الفرق نعمل الاول تشابه ان الاثنين زياده في الاسعار زياده سنوي تمام او زياده سريعه في الاسعار. المهم ان الاثنين زياده في الاسعار الاثنين يلا زياده في الاسعار. تعال بقى نطلع الفرق اختلاف تمام. هنلاقي ان المودريت انفليشن بتكون زياده باي 1 ديجيت باي يلا يعني 1 ديجيت او سنجل ديجيت يعني زياده 5% 6% 7% مش رقمين جنب بعض مش 20 مش 30 خلاص. نلاقي في الهايبر انفليشن لا زياده بالدبل ديجيت والتريبل كمان. يعني مثلا التضخم هنا زاد 22% ده هايبر انفليشن. التضخم زاد 200% ده كام رقم؟ ده تريبل تمام 200%. هيقول لك التضخم زاد 340% ده ايه؟ ده تريبل ديجيت. يبقى لو سنجل ديجيت بنقول عليه يلا مودريت. طب لو دبل او تريبل هاي تمام. في كمان فرق المودريت هو الطبيعي الزياده السنويه زياده يلا السنويه اللي هي زياده بتكون ايه؟ ها حد يبلغني انيوال بالظبط كده انيوال زياده سنويه. لكن الهايبر بتكون زياده مانثلي بالظبط رهيبه ضخمه تمام. بيقولوا عليها الران اواي بيقولوا عليها الله سرح شارد هبت منه خلاص الحاله جت ماشي. فبيقول لك ايه مانثلي. طيب ده ظاهره بتحصل في كل دول العالم والدوله الشاطره اللي تخلي التضخم بتاعها 1% او 2% دي كده نقول عليها دوله ناجحه تمام. ونادرا نادرا نادرا لما حد بيقلل الاسعار دي فين وفين لما بتحصل كل 50 60 سنه دي تمام. لكن ان ده يحصل الهايبر انفليشن هي حاله اكستريم حاله يلا اكستريم ان يحصل عندي هايبر انفليشن اسعار تزيد 200% و300% و400% وكل شهر دي حاله رهيبه بتحصل في الكوارث والازمات وبعض الحروب. امتى بقى؟ احنا قلنا المودريت دي ظاهره بتحصل في كل دول الايه؟ العالم تمام؟ لكن الهايبر انفليشن ظاهره نادره او ظاهره اكستريم ما بتحصلش الا في الازمات والكوارث. على سبيل المثال لو تفتكروا فاكرين موضوع الذهب ان العمله الاول كان اسمها ايه ريبريزنتيف ماني كانت مربوطه بالذهب. كانت الدول ايام الحرب العالميه الاولى وعملت ايه؟ عايزه تطبع فلوس كتير وعايزه تحارب ومش عايزه موضوع الذهب فلغوا موضوع الايه؟ الذهب وخلوها فيات ماني وكله بقى عمال يطبع عمال على بطاله تمام؟ طيب هنبقى نجيب بعدين ذهب بعد الحرب هنتصرف في الدول اللي هنحتلها نبقى ناخد الذهب بتاعها ولا نسرقه ولا نعمل اي حاجه مش كده؟ المهم المانيا لاجل حظها السيء تمام كده؟ في الحرب العالميه الاولى خسرت، في الحرب العالميه الثانيه خسرت تمام؟ المهم في الحرب العالميه الاولى دايما الخسران والكسبان بعد الحرب بيقعدوا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها اتفاقيه دوليه، قعدوا مع بعض الدول المنتصره والدول الخسرانه في قصر اسمه فرساي في فرنسا وسموها حتى معاهده فرساي تمام؟ المعاهده دي بتقول ان المانيا هي اللي هتحاسب على المشاريع. هنا في ناس ماتت وهنا في ناس ماتت، هنا في مدن اتساوت بالارض وهنا في مدن اتساوت بالارض تمام؟ بس مين اللي هيحاسب؟ المانيا. هو المانيا اللي عامل كل حاجه تمام؟ فالمانيا طلب منها تعويضات بمليارات وتريليونات ارقام فلكيه. طيب المانيا خسرانه، انا بلدي خسرانه ومتدمره وما كسبتش عشان اعرف طب اجيب منين الفلوس دي؟ اطبع يا واد اطبع يا واد. فقعدوا يطبعوا فلوس كتير يطبعوا فلوس كتير لدرجه ان هم في اليوم الواحد كانوا بيطبعوا مليارات المليارات عمالين يطبعوا ومفيش غطاء ذهب فالورق ده عمال يزيد كده عمال على بطاله لدرجه ان الشخص كان عشان يشتري رغيف عيش او كوبايه قهوه كان بيحتاج مارك احتاج يلا عمله المانيا زمان كان اسمها المارك الالماني النهارده عملتها اليورو لان هي جت تبع الاتحاد الايه الاوروبي قبل كده كان عملتها اسمها المارك الالماني ماشي. المهم المارك ده كان يشتري لي رغيف عيش او يشتري لي كوبايه قهوه. طيب بعدها باسبوعين ثلاثه فجاه بقت رغيف العيش او كوبايه القهوه دي بقت ب 10 مارك هوبا بقت ب 1000 مارك هوبا بقت بمليون مارك نفس كوبايه القهوه ها بعدها ما فيش بشهرين ثلاثه اربع خمس شهور بقت ب 10 مليون مارك نفس كوبايه القهوه خلاص بقت ب 10 مليار مش مليون 10 ايه؟ مليار مارك لدرجه ان الناس بقت بتشيل الفلوس في عربيات كارب او عربيات كده يزقوها عشان معاه فلوس مبلغ 10 مليار ممكن كوبايه قهوه تمام خلاص. اقسم بالله ده حصل ده حصل في المانيا وليها افلام وثائقيه كتير وفي منها حاجات 5 دقايق و10 دقايق لو حابين تخشوا تتفرجوا عليها فيها صور بالهبل ليها على الانترنت قد ايه الفلوس كانت العيال بتلعب بيها وبتعمل بيها صواريخ وطيارات من كتر ما الفلوس ما عادش ليها قيمه. خد بالك احنا بنتكلم كل ما الماني سبلاي بيزيد الى حساب الاسعار بتولع فقيمه النقود نفسها بتقل
بس ده بقى اكستريم بطريقه اكستريم. دول الملك عماله تطبع عماله على طول عشان تدفع تعويضات لامريكا وتدفع تعويضات لانجلترا وتدفع تعويضات لفرنسا اللي الدول كانت كسبانه لدرجه ما النقود فقدت قيمتها خالص وما عادش حد واثق في النقود خالص. الناس حتى رجعت ايامات انت هتتعامل بالذهب تاني والفضه تاني خلاص فقدت الثقه في العمله صح كده؟ طيب نعمل ايه بقى في الهايبر انفليشن ده؟ نوصل لحل واحد. ايه رايكم؟ نعمل ايه؟ نغير العمله معلم نصدر عمله جديده. طب عشان نصدر عمله جديده طباعه جديده شكلها جديد ورجعوا اضطروا ان هم يرجعوا تاني لطريقه الايه؟ الذهب. عملوا مارك جديد اسمه النيو مارك او المارك الالماني الجديد وما عادوش يطبعوا القديم ده. الناس بقت بتلعب بيه صواريخ وطيارات وورق وعادي اي حاجه ما عادش له قيمه فعلا خلاص. وعملوا مارك جديد اسمه النيو مارك وبقى المارك الجديد ده ما يتطبعش الا بالايه؟ لما يتحط ذهب الاول. فالناس تدريجي رجعت تثق في العمله الايه بقى؟ الجديده تمام؟ عشان يعالجوا هنا الهايبر انفليشن. والناس اتعلمت من يومها الدرس من المانيا ان اللي يطبع بغشوميه ارقام فلكيه زي العمالة على بطال ده هيخش في الحته هيخش في الحته تمام كده؟ طيب حاجه كمان كان الار بي اي اللي هي يلا؟ الار بي اي. ايه الار بي اي ده؟ مرتين برايس اندكس. في الوقت ده في المانيا كان 10 مليار مارك. يعني ايه 10 مليار؟ يعني الحاجه اللي كانت بمارك بقت بكام؟ بقت ب 10 مليار. وصلت؟ فكان الموضوع كارثي بكل المقاييس. نفس الحاجه اللي هو من شهرين ثلاثه كنت بشتريها، انت عارف يعني ايه؟ خلينا نتعامل بعملتنا عشان تبقى فاهم. الحاجه اللي كانت بجنيه لو بعد شهرين ثلاثه لقيتها بقت ب 100,000 جنيه هتعمل ايه؟ اتجنن. فما بالك بقى هي بقت ب 10 مليار. فدي كانت كارثه بكل المقاييس، والدول كلها اتعلمت الدرس من المانيا، تمام؟ المهم نخش على بعض يلا. ديجري اوف كنترولنج، ديجري يلا؟ درجه السيطره. هو انا ممكن اتحكم في الانفليشن؟ ممكن لو عرفت اتحكم في الايه؟ في الاسعار. لو عرفت اتحكم في يلا؟ وقلنا ايه احسن طريقه تخليك تتحكم في الاسعار؟ انك تبقى دوله مستهلكه ولا دوله منتجه؟ منتجه. انتج اكتر زود منتجاتك فالاسعار هتقل. انتج اكتر زود الانتاج اعرض اكتر فالانتاج لما يزيد فالاسعار تقل تمام؟ لكن لو دول اخر قلمين في البلد سعرهم هيبقى ايه؟ هيبقى غالي. عايز اقلل سعر الاقلام اعمل ايه؟ بالظبط. انتج اقلام كتير انتج اقلام كتير انتج اقلام كتير فالاسعار بتاعت الاقلام هتقل تمام؟ فهل انا ممكن اتحكم؟ ممكن اتحكم تمام؟ فاقول لك عندنا درجتين من الكنترولنج برايس يا الا ريبريست لا الا اوبن انفليشن. الريبريست بنقول عليه كنترول بنقول عليه يلا كنترول. يعني ايه كنترول؟ يعني انفليشن متحكمين فيه خلاص؟ يعني مثلا الانفليشن كان 10% عايزين نقلل الانفليشن شويه، السنه الجايه الاسعار هتزيد برضه بس عايزين نقللها شويه، نقوم ننتج اكتر، ننتج ايه؟ اكتر. وبدل ما كنا بنطبع فلوس كتير نقلل طباعه الفلوس شويه. فانا قادر اتحكم في الموضوع، تمام؟ لكن ساعات الانفليشن بيخرج بره ايدك ويبقى ايه؟ كنترولد ولا نوت كنترولد؟ نوت كنترولد، يعني بيبقى خارج عن السيطره. ده بنسميه اوبن انفليشن، بنسميه يلا؟ لو قادر تتحكم في الانفليشن بنسميه ريبريس، بنسميه يلا؟ ريبريس او كنترول. طب لو الموضوع خرج عن السيطره وما عادش عارف تتحكم في الموضوع يبقى اسمه يلا؟ اوبن انفليشن، تمام؟ اللي بعده سورسز اوف انفليشن، يا ترى الانفليشن ده جاي لك منين؟ هل هي اسباب انت اللي عاملها في نفسك؟ انت اللي عملت في نفسك كده، تمام؟ يبقى ده اسمه يلا؟ دوميستيك انفليشن. ولا اسباب خارجيه؟ نتيجه دوله عظمى جت احتلتني مثلا، او دوله بتسلفني فلوس وتتحكم فيا، او صندوق النقد الدولي بيقول لي اعمل وما تعملش، يبقى ده اسمه امبورتد انفليشن، اسمه يلا؟ امبورتد انفليشن. يبقى احنا عندنا نوعين من الانفليشن. لو دوميستيك انفليشن بنسميه انترنال، بنسميه يلا؟ انترنال. زي ايه كده؟ حد يجيب لي سبب انترنال احنا اللي عملناه في نفسنا. طباعة فلوس معلم، عمالين نطبع فلوس كتير، نطبع فلوس كتير، نطبع فلوس كتير، وفي نفس الوقت احنا دولة مستهلكة، ما بننتجش حاجة. أو بنزود في الإنتاج بس حاجة بسيطة، لكن عمالين نطبع فلوس كتير. فلبسنا في الآخر المعادلة دي بتؤدي إلى إنتاج قليل، حتى لو الإنتاج زاد، بس زاد حاجة بسيطة، وطبعت الفلوس كتير 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 كتير، أعرف وش ها الماني سبلاي زاد، طبعت فلوس كتيرة، كمية النقود زادت، الأسعار هت إيه؟ وش هتولع. وعلى فكره هو ده السبب الظاهره ان كل دول العالم بتطبع فلوس والفلوس دي بتطبع على الهواء ومفيش قصادها ذهب. ومهما انتجت كل دول بتطبع فلوس اكتر ما بتنتج. فبالتالي تلاقي الانفليشن ظاهره ايه؟ عالميه تمام؟ بسبب طباعه الفلوس. طب لو الاسباب جايه لي من بره نتيجه امريكا بتقول لي اعمل وما تعملش، صندوق النقد الدولي بيقول لي اعمل وما تعملش، عوم الجنيه ما بيعرفش يقوم يا بيه، عومه ما تقلقش هيغرق ما تخافش تمام؟ وغرق فعلا خلاص؟ فهنا
بنسمي ده imported inflation. imported يلا inflation او بنسميه يلا external. بس يلا external نتيجة تأثير ايه بقى, داخلي ولا خارجي؟ خارجي. فبنسميه ايه بقى هنا؟ تضخم ايه؟ مستورد. تضخم يلا ان جاي من اسباب ايه؟ خارجية او من تأثير دولة عظمى او دولة احتلتك او ايه ما يكون. اخر حاجة length of time. نيجي يلا طيب هنقسم الانفليشن لكام نوع هنا برضه؟ نوعين. ايه وايه؟ شورت تيرم لونج تيرم انفليشن. تمام؟ الشورت تيرم رغم اسمه ان هو شورت تيرم بس المساله مساله ايه؟ نسبيه. تمام؟ هو عباره عن انفليشن اباوت تقريبا استمر لي 9 تو 10 ييرز من 9 يلا ل 10 سنين تقريبا. ده بنسميه شورت تيرم. خلاص؟ وممكن بقى بعد 9 او 10 سنين سنه واحده كل سنه اسعار عماله تزيد, كل سنه اسعار عماله تزيد, اسعار عماله تزيد, جم في السنه ال 10 او ال 11 بدل ما الاسعار تزيد الاسعار قلت. فده حصل عندهم يلا ديفليشن, فكسر السايكل. سنه واحده الاسعار قلت ورجعت تاني الاسعار تزيد, الاسعار تزيد, الاسعار تزيد. فلو الاسعار بتزيد لمده 9 او 10 سنين تقريبا اباوت يعني يلا تقريبا ده بنسميه يلا شورت تيرم. والمساله النسبيه يبقى اللونج تيرم كام؟ قال لك مور ذان 25 ييرز. مور ذان يلا 25 ييرز, اكتر من مور ذان 25 ييرز اكتر من 25 سنه, ده بنسميه ايه؟ لونج تيرم انفليشن. ومعظم دول العالم كده للاسف الاسعار عماله تزيد عندها بقالها عشرات السنين. تمام؟ بس كده يبقى احنا كده خلصنا الفكره العامه بتاعه الماني. ايه اهم حاجتين النهارده؟ اهم كلمتين هما ايه؟ الماني فاليو, قيمه النقود اللي هي القوى الايه؟ الشرائيه. تمام؟ والبرايس والاسعار, كل ما الاسعار بتزيد كل ما القوة الشرائية بتقل. طب لما الاسعار تزيد في سلع كتير يبقى ده اسمه انفليشن. ده الدرس بتاعنا. والار بي اي برضه مهم, وراكم الحركة القادمة.